علاش الفوق كيديفلوبا على التحت لانه كتريني ربعه ديال الخطرات الفوق عاد كتريني حصه ديال الرجلين النصف العلوي كتريني ربعه ديال الخطرات والنصف التحتاني كتريني مره. I'm not lifting. I'm not sweating. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورجعنا لكم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كما وعدتكم في الانستغرام الرجلين مستحيل يكون عندك واحد البالانس في الشكل وفي القوة إلا ما كانش عندك واحد التوازن بين الفوق والتحت لأن الرجلين هما التاس ديال الجسم ديالنا والتمارين ديال الأرجل عندهم واحد الفائدة كبيرة لا تعد ولا تحصى كتلة الجسم اللي كيساهم في بناء العضلات الحرق ديال الدهون كيعطي واحد الأكسيلاراسيون باش تحرق الشحمة ديالك لكن وقعنا في واحد المشكل كبير اللي كتسول من الدراري كيقول لك جينات ديال الرجليه ضعاف ولا ديجا واكل فيهم ضربه ولا عييت ما تريني فيهم ما كيطلعوش ولا كان خاف من التضرب الا كنتي ضارب طريق ومسافر غد ليه واخا يكون عندك الحصه ديال الرجلين او دي البارح سافرت وعييت وما نعستش مزيان غنتريني الصدر إلا ما كنتيش واكل في ذاك النهار مزيان ولا معصب ما فيا اللي تريني الرجلين وغنتريني اليدين اليوم غير سير تريني الماكلة أصلا راه مخزنة من البارح كتضرب فيهم لأن ما كترينيهمش كنتي عيان وما نعاسش وما واكلش ما غنترينيش ذاك النهار ونخلي الحصة ديال الرجلية الغدة حسن ما نزيد نتريني الفوق ونميك على التحت غيكون واحد عدم التوازن الصدر الظهر عندي الحصه ديال الرجلين وما رانيش مزيان ما نترينيش داك النهار اصلا حسن ما ننقص لشي عضله ونخلي الرجلين في اخر الحصه وهذا هو السبب الاول كتاجل الحصه ديال الرجلين كتلقى ديما الجهه العلويه ديفلوبي على الجهه التحتانيه وما ادراك ما ترينيهمش ديك السيمانه كترينيهم كل جوج السيمانات ثلاثة السيمانات على حسب الرشوق ديالك وملي كترينيهم غير كتريني وكتدوس كتقول الله الحمد لله كملت الحصة ديالي حيدت الهم ديالي هذا السبب كيخلي نقص الحديد في الأنسجة العضلية اللي كيقل معاه نقص نقل الأكسجين العضلات وما كيكونش واحد الانقباض مع العلم بأن النقص ديال الحديد ما كيخليش الأكسجين يوصل العضلة وبالتالي كتفقد المرونة ديالها وكنصبحوا في ضعف عضلات الأرجل السبب الثاني هو أن العضلة وخاصة الأرجل اللي ما كترينيهمش أسبوعين ثلاثة أربعة خمسة ديال الأسابيع كتفقد واحد النواة داخل العضلة هي اللي كتنتج لنا البروتين بمقابل الهدم يعني كيكون الانتاج اكثر من الهدم شحال ما ترينيتيها وهزيتي عليها الاثقال كيكون واحد الانتاج ديال البروتين ثقيل الا ما ترينيتيهاش كيوقع الانتاج كيهبط المساله الثالثه الحاجه الا ما ترينيتيهاش بالحب وكتستنى غير نهارهم باش ترينيهم ما غيطلعوا عليكش كل شيء راه في الدماغ كل شيء مساله نفسيه خصك ترينيهم عن حب وتشد المغنى كما كدير مع الصدر وكما كدير مع الدراع كتستنى نهار الاثنين باش تريني الصدر وباش تبدا واحد الاسبوع وكتستنى نهار السبت باش تختم واحد الاسبوع واعر ودوز واحد الاحد راحه مزيانه يعني ما كديرش هذا البلان مع الرجلين يعني ما كيطلعوا ليكش هادو هما الاسباب الاولى والاخيره الاسباب الحقيقيه ما غنهضروش على الاكل والنوم لان هذا الشيء مع جميع العضلات مهم غندخلوا لاصال ان شاء الله اول حاجه غنديروها التسخينات التسخينه الضروريه باش نحركوا شويه الدم في العضله لان من بين الاسباب اللي كيعياو العضله كتعيا دغيا انت كيكون فيك الجهد ولكن العضله كتعيا لك هو الاحماء كتدخل ديريكت في التمرين وكتحاول عقلك ديما في الاثقال وباش توصل دغيا للاثقال وباش تضرب يعني السيريه الاخرى وباش تسالي ولكن هنايا ما كتستحملش وكتعيا لك دغيا وانت
كتهز الساق ديالو كتقول بان راه ترينيت راه ساليت الحصه ديالي، ولكن انت اصلا ما سخنتيهاش. اغلبيه ديال الدراري كيدخلوا للاصال كيسلموا على التسخين. الاحماء غتعطي 10 دقائق ديال البيكالا ديال سبينينغ، موراها غدير شويه ديال تمارين ديال الاطاله. الاحمال الجيد والتمارين ديال الاطاله باش تحس بضخ الدم، ما خصكش تعيا، واعطي الوقت مزيان الاحماء باش ما تحسش بداك العياء السريع اللي كيجيك وتقول بان راه ما عنديش الجهد ولا شي حاجه، راه غير سوء الاحماء. كيشبعوا دغيا من التمرين، كيتساتوراو وما كتكونش فيهم واحد المرونه، والاضافه يعني التفادي ديال الاصابه. الناس كيقولوا بان ما حدي عندي الطاقه وما حد فيا الجهد والقوه، نستغل هذه القوه هذه في ملك التمارين السكوات، ولكن لا، التمرين ديال السكوات صحيح كيطلب جهد كبير، ولكن خصك تستعد له، حيت راه خدام اكثر من مفصل وخدام اكثر من عضله. نديروا التمرين الاول تتم الاحماء باوزان خفيفه وبزاف ديال التكرارات، وغنديروا ان شاء الله سوبر سيت مع التمرين ديال اللانجيس، يعني باش نضخ الدم مزيان للعضله. بالنسبه للتكرارات، شحال ما قديتي من تكراره دير، يعني التكرارات كيتحكم فيها الوزن اللي كدير. طبيعي جدا شحال ما زدتي في الاوزان كتقل التكرارات، انت المهم دير التكراره الاخيره اللي قاد عليها. وفي هذا التمرين خاص حركه كامله، ترجع كامل وتطلع كامل باش نحاولوا يوصل الدم لهذه المنطقه هذه. كاينين اللي خدامين غير الدومي على حسب الاهداف ديالهم. غندير 25 عده وديريكت غنهز الدامبل ونخدم اللانجيس باش نتاكد بان الدم وصل للعضله، ونستعد مزيان للتمرين الثاني هو السكوات. التمرين مهم جدا، تحاول السطر ديالك ديما يكون طالع، وما تحاولش بالركبه ديالك قيس الارض. واخا قلت لك التتمه ديال الاحماء ولكن صعيب. ننتقلوا للتمرين، هو الملك ديال التمارين، تسمى بهذا اللقب لانه كيخدم جميع العضلات ديال الجسم، كيخدم الرجلين دايناماتيك وكيخدم العضلات الاخرى ستاتيك، كيخدم العرض ديال السطر، كيخدم الاكتاف، كيخدم الابس، كيخدم الموليات، يعني جميع العضلات ديال الجسم كيقيسهم. ابار كيقيس اكثر من مفصلين، مفصل ديال الركبه اول حاجه، كيقيس المفصل ديال الحوض والمفصل حتى ديال الكعب، اضافه اللي كيحس لك العمليه ديال الايض الميتابوليزم ديالك. في الحصه ديال الرجلين راه كتستهلك السعرات الحراريه اكثر من العضلات الاخرى، اذا كتحرق شحنه، الميتابوليزم خدام، كتستفد بالاكل ديالك، واهم حاجه هو تحفيز الهرمونات الطبيعيه ديالك، تستوستيرون استروجين، يعني بالجنسين، مع ان الهرمونات كيتركز هنايا في هذه الجهه ديال الحوض. وانت ملي كتريني سكوات كتريني الرجلين كيوقع واحد السكويز في هذه البلاصه هذه، يعني كتحفز الهرمونات، عليها سميت هذا الاسم ملك التمارين. واش زعما غيطلعوا الرجلين بلا اثقال؟ هذيك الا قديتي على الاثقال بدون اصابه وبدون خسائر تقل، ولكن الا كنت خايف باش تاكل ضربه واللومبير وما تكملش المسار ديالك الرياضي، غيطلعوا لك بالخفيف 50% 60%، ولكن كاين تقنيات. اليوم غنخدموا بواحد التقنيه ديال التقليل ديال الراحه. السكوات قلق كبير عند الناس وخاصه عند الطوال بحالي، ماشي ضروري تقل باش يعطيك نتيجه، خدم مثلا ب 60% 65% 50%،
لكن صعبها كما قلنا صعبها بشي طريقة، مثلا تقليل الراحة بين العدات ولا تخدم النيجاتيف بين الفينة والأخرى. أولا غتفادى الإصابة وغتفادى عاوتاني واحد الحمل على اللومبير. أول نصيحة في السكوات هو شد العبار مزيان اللي تبقى تلوي ديك الفوطة، شد العبار مزيان. ثاني حاجة الصمتة ضرورية، الرباط ديال الرجلين صعيب باش تبلوغي وانت كتريني الرجلين. تريني 5 ديال التكرارات الراحة 15 سيكوند، 5 ديال التكرارات الراحة 15 سيكوند، 8 ديال السيريات. جربوا هذه الطريقة واعرة وترينيت في سميث ماشين. تقريبا ما كاينش الفرق بين الفريويت سكوات فريويت ولا سميث ماشين، بالعكس هذا سميث ماشين كيخليك تحكم في الاوزان والوضعيه ديال الرجلين، وهذا موضوع اخر الوضعيه ديال الرجلين. بين النصائح اللي غنعطيك في السكوات، كاين بنادم اللي كياكل ضربه في اللومبير، انت ديما خصك تشوف الامام وتشوف ديما افقي، الصدر ديالك ديما طالع، النظره غتمشي افقيه ما تشوفش في رجليك، لان غير تحني شويه راسك اوتوماتيك كتحني كامل وكدير واحد الحمل على اللومبير. ثاني حاجه هو خصك تعرف تنفس، يعني ما خصكش تخوي النفس ديالك كامل وانت مازال ما طالعش، ما كاملش الريبيتيسيون ديالك، فوقاش تخرج النفس كامل حتى كتكمل العده ديالك. اي تمرين ديال الرجلين سواء سكوات او ليك بريس ولا، خاص تدفع بالطالون ديالك بالكعب ديالك، وباش تدفع بالافخاد ديالك، ما تخليش المفصل طلع بالمفصل. بالنسبه للراحه غتقول لي 15 سيكوند قليله، يعني الراحه كتعتمد كتحددها الكثافه ديال التدريب. الا تقلتي انت 160 180 كيلو في السكوات راهي تخصك من 2 دقائق حتى ل 4 5 ديال الدقائق باش تسترجع الانفاس ديالك، ولكن انا خدمت غير 60%، قللت الراحه بزاف وانا تعمدت باش نصعبها. سالينا من السكوات او ما وحوش اخرين، الاك سكوات والبريسا، هادو كذلك تعتبروا وحوش ديال الحصه ديال الرجلين، التمارين ديال الرجلين. بالنسبه للعبار هضرنا على العبار، السكوات ما تقدرش دير شي عبار اخر من راسك، ما تقدرش تضيق، يمكن توسع ولكن ما يمكنش تضيق، لانه غتفقد التوازن ديالك، ما كيكونش عندك ليكيليبر. في سميث ماشين تقدر. شنو الفرق بين العبار الضيق توسع رجليك ولا تضيق رجليك؟ الا ضيقتي رجليك راه غتخدم العضلات الخارجيه، هو كتخدم العضلات كاملين ولكن كتضغط على واحد الجهه اكثر من الجهه، كتضغط على الخارجيه. انت شنو خاصك تخدم، واش واسع ولا ضيق؟ انت كمبتدئ دير العبار عادي، ما ضيق ما واسع. انت مبتدئ وما عندكش مع الاوزان، تقدر تخدم سوبر سيت ضيق وواسع وتقدر تخدم عادي. بالنسبة للإنسان متقدم تخدم العبار اللي خاصك من البداية ديال التمرين حتى لآخر التمرين، مثلا كتفتقد العضلة الداخلية أو الخارجية غتخدم بداك العبار. أنا كنفتقد العضلة الخارجية غنخدم ضيق من البداية ديال التمرين، من البداية ديال الحصة حتى لآخر ديال الحصة، حتى يتريقل الضعف ديال العضلة. سالينا التمارين ديال الكواتس، غنتقلوا للتمارين ديال الهامسترينغ. الهامسترينغ ما غتاخذش حقها في هذه الحصه، ولكن الحصه اخرى بدا بالهامسترينغ. حنايا ترينينا تمارين اساسيه تقريبا، اصلا قصنا الهامسترينغ في التمارين ديال لابريس اك سكوات لانجيس سكوات، خدمات تقاس
تسخنات يعني ماشي ضروري نبدأ بالتمرين الأول كإحماء ندخل ديريكت في التدريب. هاد السيمانة بدينا بالكوادريسيبس، السيمانة الجاية غنبداو بالهامسترينغ. إذا كنت كدير جوج حصص في السيمانة، وهذه هي النصيحة ديالي، جوج حصص في السيمانة، واحد الحصة بدا بالكوادريسيبس واحد الحصة بدا بالهامسترينغ، باش ما غيوقعش واحد الديكيليبر. وإلا كنت كتعاني ضعف من الكوادريسيبس بدا به ديما، والعكس كذلك إلا كتعاني من الهامسترينغ بدا بالهامسترينغ ديريكت، يعني ماشي حصة هكا وحصة على حسب الضعف ديالك. السؤال اللي بشحال خصني ندير من التكرار، وبشحال خصني ندير من المجاميع، وبشحال خصني ندير من التمرين، هما الاوزان اولا كتحددهم التكرارات، والتكرارات كتحددهم الاوزان. المهم خصك توصل انت للحد الاقصى ديالك، توصل للفشل، يعني التكرار الاخيره اللي كتستحملها العضله. نورمال هو كتستافد العضله باي طريقه، باي تقنيه، وفي جميع العضلات ماشي غير رجلي. وعلى حسب الهدف ديالك، مثلا الى كتخدم غير الكتافه، خدم 3 4 ديال التمارين فقط، ودير مجاميع كثيره. نجاوبوا على بعض الاسئله ديال الدراري. بقوا لي جوج ديال الاسئله. اللي كيعاني من الدهون ديال ليكس وكيديفلوباو ليه بسرعه، يعني الجلوتس الهامسترينغ، ما باغيش ديك اللعيبه. هو حنايا كنقولوا النهار ديال ليكس باش تكبرهم خصك تطلع شويه في الماكروز، كربوهيدرات، بروتين، العناصر الغذائيه ككل. هنا خصك دير العكس، خصك تنقص شويه من الماكروز ديالك وتريني الايزولاسيون، ومن الاحسن ترينيهم في الصباح، ديرهم بحال الكارديو، ولا دير الكارديو عاد ترينيهم، ولا خليهم ترينيهم جزئين، مثلا كوادريسيبس خليه بعد التدريب ديال الصدر، وتريني الايزولاسيون بزاف ديال التكرارات. اما بالنسبه لحرق الدهون في ديك البلاصه، الدهون بصفه عامه يعني كيتنقصوا في دقه، الابس، الارداف، الوجه، الرجلين، يعني بصفه عامه هذا هو الحل اللي كنشوفه انا ورايي شخصي. علاش الحصه ديال الرجلين طويله؟ كينصحونا 45 دقيقة، 40 دقيقة، 50 دقيقة الحصص ديال الصدار، الظهر، اليدين، لكن الحصة ديال الرجلين، وكنلاحظوا الأبطال بروفيسيونال كيترينيو ساعة ونص حتى لجوج سوايع في الحصة ديال الرجلين. علاش زعما؟ أول حاجة هو راه النصف ديال الجسم ديالك، أنت إلا كنتي كدير 40 دقيقة يدين، 40 دقيقة صدر، هذا راه النص ديال الجسم ديالك. ثاني حاجة الرجلين عنده تمارين عنيفة، خاصو شوية ديال الريكوبيراسيون، يعني فترات الراحة بين السيري والسيري كتكون طويلة، من جوج دقائق حتى لخمسة دقائق، كاين اللي كيرتاح حتى لخمسة دقائق نظرا للتمارين العنيفة اللي كيترينيها، وكمية الأثقال اللي كيهز، خصو الريكوبيراسيون طويل. ثالث حاجة، مباشرة ملي كتدخل الحصة ديال الرجلين، الجسم ديالك كيفرز هرمون الكورتيزول. التمرين الأول كيتفرز الهرمون ديال الكورتيزول، وهذه واحد الحالة إيجابية، يعني فوق ما تفرز الهرمون ديال الكورتيزول الإي جي إف وان كيطلع، إذن تريني والعضلات كيستافدوا. الا في ديك اليوم خصك تاكل مزيان، الراحه مزيان، النوم مزيان. ان شاء الله اصدقاء القناه الكميشه تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. جيم والاشتراك الا ما كنتيش مازال مشترك، ان شاء الله القدام غيكونوا لي فيديو احسن واحسن. دعوا معنا بالتيسير. السلام عليكم.